مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في حصة جديدة من برنامج ميادين من الاثنين الى الجمعة من الثامنة الى الثامنة والنصف. 180 دقيقة هي الفسحة الزمنية التي تفصل المنتخب المغربي عن إمكانية انتزاعه لبطاقة الترشح لنهائيات كأس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي أثبت بالأمس العلامة الكاملة في مبارياته عن منافسات المجموعة التاسعة في إطار التصفيات المؤدية لنهائيات كأس العالم 2022 بفوز جديد 4-1 على حساب مالي ليثبت أقدامه في صدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة 4 لقاءات 4 انتصارات بفارق 8 نقاط عن المنتخب المطارد له في هذه المجموعة وهو منتخب غينيا بيساو. المنتخب المغربي الذي وإن ترك ربما شكوك أخرى بخصوص المستوى التقني لكنه كان يعني هناك انضباط، هناك فعالية خصوصا على مستوى خط الهجوم. لمواكبة وتحليل هذه المباراة أمام غينيا بالأمس بالمراكبة الرياضي مولى عبد الله يرافقنا اليوم وأنا مسرور بذلك صديقي يوسف الشاطر. يوسف أهلا ومرحبا بك. مساء الخير فؤاد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. يوسف يعود بحيوية وبنشاط بعد أسبوع راحة وبتأهل وبتأهل في الجيب كده سلوات يوسف. الحمد لله. الحمد لله. طيب معنا أيضا صديقنا سمير الزكرومي اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي. سي سمير أهلا مرحبا بك معنا في ميادين. اهلا بك اخ فؤاد، اهلا بمستمعي الكره الكرام، اهلا بالسي يوسف ومرحبا بي عندكم، نتمنى من الله نكون الضن ديالكم. مرحبا بك في دارك سي سمير الزكرومي، من اللاعبين اللي كانوا كيتميزوا بالقتاليه ديالهم، جدار دفاعي ومن يعني الاطر القادمه ان شاء الله بقوه في الساحه الكرويه المغربيه. طيب سي سمير، اكيد انك تابعتي لقاء امس للمنتخب المغربي، فوز ب4-1. كانت هناك بعض التخوفات بعد الشكوك حول مردود المنتخب المغربي الذي وإن افتتح تسجيل ربما بشكل مبكر بواسطة اللاعب أيوب الكعبي لأنه استقبل هدف بعد ذلك هدف من منتخب غيني اللي خلق متاعب كثيرة وكثيرة جدا لأسود الأطلس. طبيعة الحال إذا كنا المنتخب اللي فرض وجود ديال الساحة الإفريقية ما كانش واحد الخصم اللي هو بالسهل. ربما فارق المنتخب المغربي بتوالي المقابلات، اي في ظرف اسبوع لعب 3 مقابلات. إذن هناك بعض الصعوبات لربط الاتصال بصديقنا سمير الزكرومي. يوسف كما ذكرت بعض الصعوبات أمس لقاها المنتخب المغربي خصوصا في الجولة الأولى منتخب غينيا اللي وقف الند للند في وجه الأسود واللي كان بطبيعة الحال يعني قاب قوسين حتى أنه يتقدم في نتيجة المباراة بعد ما سجل هدف تعادل. طبعا فؤاد هناك فارق بين المنتخبين اللذين لعبا أمامه المنتخب المغربي. غينيا بيساو ليست هي المنتخب الغيني، هذا المنتخب الغيني يتوفر على مجموعة من العناصر أفضل من المنتخب الغينيا بيساو خاصة في خط وسط الميدان مع نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي. المنتخب المغربي وجد صعوبات في بداية المباراة خاصة تأقلم مع الطريقة الجديدة التي لعب بها الناخب المغربي. نذكر أن المنتخب لعب في المباراتين الماضيتين ب4 لاعبين في خط الدفاع. في مباراة غينيا عاد لخط الدفاع ثلاثي مع إعطاء حرية أكبر لأشرف حكيمي والقرواني على الجهة اليسرى، بالتالي كان هناك تقريبا 20 دقيقة من أجل التأقلم مع طريقة اللعب الجديدة وإيجاد الصيغة التي يجب أن يهاجم بها المنتخب المغربي هذا المنتخب الغيني. في النهاية ربما الأهداف التي توالت شيئا ما حررت اللاعبين، خاصة الهدف الثاني الذي أمل الكفة للمنتخب المغربي وترك المجال مفتوح في الشوط الثاني لبداية قوية خاصة مع التغييرات التي قام بها الناخب المغربي. الناخب المغربي الذي بعد انطلاق المباراة سرعان ما وجد نفسه لا نقول في قفص الاتهام لكن مدعو للرد على بعض الأسئلة بخصوص التغييرات التي يعني طرأت على المجموعة والتي بطبيعة الحال خلفت بعض الأسئلة. يعني سي سمير زكرومي يعود إليك حول التشكيلة، حول الاختيار التكتيكي، الخطة التي اعتمد عليها أمس يعني واحد للوجيتش الذي عمد مرة أخرى إلى تغيير الخطة مع الاعتماد على 3 لاعبين في وسط الدفاع
الدفاع وتعزيز خط وسط الميدان بخمسة لاعبين ثم مهاجمين قارين مايي وأيضا اللاعب أيوب الكعبي. كيف قرأت أنت هذا التغيير؟ هل كان الاختيار صائبا بالنسبة لوحيد داليلوزيتش بهذه الخطة الجديدة المخالفة لخطة التي نهجها في لقائي غينيا بيساو؟ طبيعة الحال لما يكون هناك ترسانة بشرية من 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 المستوى العالي من لاعبين عاطين الكلمة ديالهم على المستوى الأوروبي أو الإفريقي، فالله يحسن العوان المدرب على أنه يدخل تشكيلة يقدر يغمد عينيه ويدخل 11. شفنا البارح كيفاش دخل بثلاثة خمسة اثنين، بالأطراف كنشوفوا المستوى العالي ديال الحكيمي والدقة ديالو والرزانة ديالو ولاعبين في مستوى على وكنشوفوا الأمرابط اللي كيعطي واحد الإيقاع للمنتخب الوطني. شفنا بروز النجم المنتخب الوطني الجديد القادم أيوب الكعبي اللي تبارك الله بصمع على مستوى عالي. هكا عرف المنتخب الوطني كيفاش يمتص حماس ديال المنتخب الغيني اللي كان في تحدي نفسه بالدرجة الأولى، وتحدي المنتخب الوطني اللي هو فاز ثلاث مقابلات قبل كان هذا هاجس بالنسبة لهم على أنهم يفوزوا بست نقاط بالنسبة لهم هما، أي ثلاث نقاط بالنسبة لهم اللي غتعزز المنتخب الغيني في دور الترتيب واللي غادي تعطيهم واحد التحدي لأنهم يفوزوا على الفريق الأول في المجموعة. وهنا غادي نشوفوا المنتخب الوطني اللي هو أول حاجة حصل على ثلاث مكاسب، وهو انفراد منذ فترة طويلة، يعني شفنا واحد الارتقاء في التصنيف الشهري للفيفا ووصل للمركز 29 عالميا والثالث إفريقيا من بعد السنغال وإفريقيا، وهذا مكسب للكرة المغربية. والمكسب الثاني يتمثل في الإطمئنان على التأهل المرحلة ديال الملحق مبكرا بعد الجولة الرابعة، مستفيد بشدة من خوض ثلاث مباريات على أراضيه أمام كل من غينيا بيساو وغينيا، وهذا الشيء ما كيسمح إلا بإفساح المجال في الجولتين المقبلتين باش 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 يعطي واحد فرصة للاعبين اللي مازال ما شاركوش باش يوقف على الجاهزية ديالهم في دورة الكاميرون. أما المكسب الثالث فهو ربح المنتخب المغربي اللي هو الوافد الجديد عمران لوزا اللي هو قدم مستويات في المستوى وعطى واحد ثقة للجماهير المغربية من بعد الهدف الثاني ديالو أمام غينيا بيساو، وصاحب تمريرتين حاسمتين أمام كل من غينيا وكذلك إلياس الشاعر وسليم أملاح اللي هما عطاوا واحد ثقة للناخب الوطني لأنه يقدر يعول عليهم في قادم المقابلات. وما ننساوش على أن كيف سبق وقلت لك على أن في غياب النصيري فلا خوف على هجوم المنتخب الوطني في ظل تواجد أيوب الكعبي. طيب يوسف الشاطر، يعني المنتخب المغربي كما ذكرنا يعني لاحظنا في هذه اللقاءات الأخيرة يوسف أن هناك انطلاقة بطيئة دائما للمنتخب المغربي، يعني الآلة لا تتحرك إلا بعد حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة. ما مرض ذلك؟ هل هي توصيات من قبل الناخب المغربي وحيد أنه التريث وانتظار جس نبض الخصم أم شيء آخر؟ ربما فؤاد هذه النقطة تعود لجزء مهم، أننا في الأدوار الأولى من الإقصائيات نواجه منتخبات شيئا ما مغمورة. أكيد أن المدرب والناخب المغربي يريد أن يعرف طريقة لعب نوايا هذا المنتخب، لكن أمام المنتخب الغيني خاصة بالأمس ربما كان شيئا ما الانطلاقة بطيئة لأن اللاعبين غير متعودين للعب بهذه الطريقة. حتى في اللقاءات الأخرى يعني يوسف حتى في غينيا وبيساو يعني كان هناك انطلاقة بطيئة، وحتى يعني الشكوك كتبدا تنمح حول قدرة المجموعة على تحقيق الفوز، لكن لما تتحرك الآلة فهي تتحرك بشكل جيد وتمطر شباك الخصم كما شاهدنا سواء أمام غينيا بيساو أمام غينيا. ربما فؤاد ذلك هو الأهم بالنسبة للناخب المغربي، يبدأ المباريات بشيء من التحفظ. طبعا من حقه خاصة في هذه الظرفية الصعبة لأن هناك انتقادات كبيرة في الفترة الماضية حول أداء المنتخب المغربي، لكن يبدو لي أنه استثمر ذلك على نحو إيجابي في هذا التوقف الدولي. 9 نقاط من 3 مباريات، تأهل في الجيب، ويفكر الآن في الخصم المقبل.
والأكيد أن وحيد ارتاح الآن على الأقل على المستوى المعنوي، سيفكر في تحسين هذا المنتخب. نقطة ربما سيئة فؤاد، ليس هنالك فكرة واضحة للناخب المغربي حول طريقة اللعب، هل بأربعة لاعبين في خط الدفاع، هل بثلاثة لاعبين، أشرف حكيمي يكون ظهير أيمن فقط أم يعطي حرية أكبر على المستوى الهجومي؟ هناك شيئا ما في خط وسط الميدان تنقصنا شيئا ما الكرة، تنقل الكرة والراحة في اللعب في خط الوسط، ربما هذه هي النقاط التي نلاحظها في المنتخب المغربي. مع يجب أن نثني كثيرا على رايان ماي، اللاعب الذي بدأ الموسم بشكل جيد مع فريقه فيرنس فاروس المجري، لعب ست مباريات سجل ستة أهداف وأظهر مع المنتخب المغربي أنه يملك جودة خاصة فؤاد، أكيد أنها ستفيد المنتخب المغربي فيما هو آتي إن شاء الله. ذلك ما نتمنى لهذا اللاعب الشاب، ولمن لا نراه هو وأخيه في التشكيلة الرسمية مستقبلا رفقة أسود الأطلس. طيب بالنسبة لك سي سمير الزكرومي، كما تكلمنا هذا التغيير اللي تحدث عليه يوسف منذ قليل، تغيير الخطة بين لقائي غينيا بيساو ولقاء المنتخب الغيني، هل هي ربما طريقة لعب واحدة للوجيتش أنه يختار اللاعبين حسب الخصم؟ يعني هو كان يستشعر قوة المنتخب الغيني لأنه منتخب يتوفر على فرضيات أفضل من منتخب غينيا بيساو، فتم الاعتماد على هذه الخطة التي تميل أكثر إلى الدفاع منها إلى الهجوم. هل هي هذه الفكرة، فكرة واحدة للوجيتش أنني أختار طريقة اللعب ليست قارة وإنما أختار الطريقة التي تناسب الخصم؟ طبيعة الحال من بعد واحد المدة زمنية اللي هي كافية على أنه يوقف على المستوى التقني ديال اللاعبين ومستوى الجاهزية ديال اللاعبين، ومن بعد استشارة ما بين الإدارة التقنية، فكنظن على أنه يمكن له، شاف على أنه يمكن له يلعب خطة ديال 4-3-3 أو 3-5-2، فما غاديش يكون عنده مشكل. وهنا كنشوفوا من بعد الارتياح ديالو ومن بعد الضمان التأهل ديالو للكأس إفريقيا، فكنظن على أنه مازال ما عرفش الخطة اللي غادي يبصم عليها واللي غادي يلعب بها بواحد الأريحية واللي غادي يوجد بها المقابلات ديالو. فكنظن هنا كيشوف على أنه مازال عنده واحد حيرة ما بين 3-5-2 أو 4-3-3، وفي هذا الوقت كنشوفه على أنه عنده كامل 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 الأسلحة على أنه يلعب بجميع الخطط، بحكم على أننا كنشوفه كاين واحد المستوى ديال اللاعبين اللي باستطاعته يلعب بهم جميع الخطط، فكتبقى البصمة ديال المدرب اللي مازال ما كاينش واحد الإقناع 100% بعد تخوف الجماهير المغربية بالرغم من الفوز بالحصة العريضة، فما كيكونش واحد التواصل ما بين الخطوط. كنتمنى على أنه قبل ما نسالي جوج الدورات اللي مازال لينا نكونوا لقينا الريتم ديال المقابلات ولقاو التشكيله الرسميه ونعرفوا اللاعبين حتى هما اللي كيدخلوا كيغيروا المقابلات، فكان كيولي الجمهور المغربي عارف على انه شكون اللي غادي يبدا وشكون اللي غادي يدخل يغير المقابلات. بالنسبة لك يوسف، العناصر ربما اللي دعنا نقول من المكاسب، دعنا نذهب دائما في الشق للانتقاد لأن ربما المستوى لم يرق الكثير من الجمهور المغربي، حتى نحن في العديد من الأحيان ننتقد ربما هذا المردود، لكن على العموم من بين الأشياء التي كسبها المنتخب المغربي في هذه اللقاءات الثلاث في هذا الأسبوع، أولا التعرف على أن هناك خط دفاع الآن قار، نتعرف الآن على أربعة اللاعبين اللي كيشكلوا خط الدفاع في الخطة ديال 4-4-2 مثلا، اللي هما رومان سايس ونايف أكرد ثم أشرف حكيمي وأدم ماسينا. على مستوى خط الوسط الميدان هناك أيضا اللاعب اللي كاسب ربما الرسمية ديالو اللي هو اللاعب سفيان أمرابط، ربما نضيف عليه أيمن برقوق اللي لعب لقاءين السابقين بالرغم أنه ما كيلعبش كتير مع فريقه إنتراخت فرانكفورت. ثم في الهجوم الآن الاعتماد على كل من ماي وأيوب الكعبي في انتظار ما سيكون الاختيار بعد عودة يوسف أنصيري من الإصابة. هادو ربما من المكاسب، أضف إلى ذلك الأداء الجيد للاعبين الجدد اللي قدموا الإضافة، نتحدث عن إلياس شاعر، نتحدث كما ذكر زميلنا سمير الزكرومي على عمران لوزان، نتحدث أيضا على اللاعب سفيان
سفيان قرواني أيضا يعني كان لا بأس به في لقاء الأمس. طبعا فؤاد تقريبا قلت كل شيء فيما يخص الأسماء، هناك راحة كبيرة بالنسبة لوحيد في اختيار التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي. الهامش اختيار هامش كبير، طعم المنتخب في الفترة الأخيرة ببعض العناصر الجيدة كعمران لوزا، ريان ماي الذي أخذ وقت لعب محترم في الفترة الأخيرة، ثم عودة أيوب الكعبي للتهديف واستغل جيدا غياب يوسف نصيري. الآن ستكون المنافسة أكبر بين نصيري وأيوب الكعبي، عودة شاكلة لكي يلعب ويأخذ بدوره دقائق اللعب شيء جيد بالنسبة للمنتخب المغربي. هناك سامي ماي اللاعب المدافع الذي تابعناه في الفترة الأخيرة مع المنتخب المغربي، يملك الجودة لكي يكون كأساسي. إلياس شاعر في خط الوسط، ربما العناصر التي لم نتابعها كثيرا سفيان رحيمي وأشرف بن شرقي وسفيان بوفال الذي يلعب في آخر المباراة. ربما وحيد مقتنع أن سفيان بوفال لا يمتلك أو لا يصلح لكي يلعب 90 دقيقة مع المنتخب المغربي في الفترة الراهنة. ربما من الأشياء التي نقاط سوداء شيئا ما في المنتخب المغربي هو بعض العناصر التي لا تلعب بشكل أساسي. سفيان مرابط رغم أنه لا أحد يناقش مكانه في المنتخب المغربي هذا الموسم، لم يلعب كثيرا مع فريق فيرونتينا بعد تعاقد الفريق الإيطالي مع توريرا الأوروغوياني. أيضا أيمن برقوق كما قلت فؤاد لا يلعب، عمران لوزا بدوره لا يلعب كثيرا مع واتفورد. ربما حجم التنافسية بالنسبة للاعبين سيكون مشكل بالنسبة لوحيد في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع النسق وكأس إفريقيا على الأبواب. نعم، هناك أيضا اللاعب كمدير الحدادي أيضا لا يلعب مع فريقه إشبيلية. على أي هذه اختيارات للمدرب سمير الزكرومي؟ الآن ربما نجاب بالنسبة لك الأشياء اللي يمكن نستفيد منها المنتخب المغربي في هذه اللقاءات الثلاث اللي جعلته ربما أهم شيء هو أنه انتزع بطاقة الترشح بشكل مبكر إلى جانب المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي اللي كما نعرف هو اللي يحتل الصدارة في ترتيب الفيفا بالنسبة للقارة السمراء. نعم، طبيعة الحال إلى جينا نشوف المنتخب الوطني فهو أحسن تأهل دياله قبل جوج دورات، فهذا نتيجة تحسب للمجموعة بأكملها، كل من إدارة تقنية ولاعبين ومن تنساوش الجامعة المغربية اللي كتقوم بواحد الدور كبير على مصارعة بعض المنتخبات في الحصول على الموافقة ديال اللاعبين، فهذا يحسب لهم. ما نساوش على أن المنتخب الوطني فحاليا ما يمكن له إلا يفكر في المقابلة السد اللي هي كيف سبق سواء أشرت الأخ فؤاد على أن 180 دقيقة اللي هي حاسمة لتأهل المونديال 22-22. فهذه مباراة السد فقد تكون هي نهائي بالنسبة للمنتخب المغربي أو المغاربة كاملين. جوج المقابلات اللي جايين فما على المدرب إلا وياخذ ثقة ويكسب ثقة ديال بعض اللاعبين اللي مازالين ما خداوش الرسمية ديالهم أو ما خداوش دقائق زائدة بالنسبة للاعبين اللي ما كيلعبوش في الفرق ديالهم، ما عندهمش واحد التنافسية اللي غادي يحتاجها وغادي يحتاج إضافة للمنتخب الوطني. فكل هذا كينصب في المصلحة ديال الفريق. فالمدرب ما عليه إلا يعطي فرص لهاد اللاعبين باش يكسب الثقة ديالهم ويكون عنده واحد المشل على أنه يكون عنده لاعب ثاني ولاعب ثالث ويكون عنده بلان أ بلان بي بالنسبة للاختيارات دياله وحتى التكتيك دياله باش يكون عنده واحد المسار اللي ما ينساوش المغاربة. فلا كان غير سبيل العابير، فمن الأحسن كون أو لا تكون فالمقابلات الجاية غادا تكون حاسمة وحاسمة، يعني ماشي كسبنا التأهل صافي هنا سالينا. بالفعل الآن أمور يعني مشوار آخر يبدأ يوسف بالنسبة للمنتخب المغربي. الآن أولا كسب لقاءات المتبقية في هذه المجموعة أمام السودان في السودان، ثم أمام غينيا هنا في المغرب. لماذا؟ للحفاظ على المركز الثالث أو الرابع في تصنيف الثالث في تصنيف الكاف، وخصوصا للإعداد بشكل جيد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم يعني شهر يناير القادم في الكاميرون.
خاصة فؤاد أن وحيدة للوزيتش يعرف جيدا كأس أمم إفريقيا سابقة وخاضها مع المنتخبين الجزائري والمنتخب الإيفواري. الهدف بالنسبة لكرة القدم المغربية كما نقول دائما هو التتويج. أهل اليابان، اسمح لي لقطعتك، إذا هو من أهل المنتخب الياباني نهائيات كأس العالم، يملك سجل جيد وتم الاستغناء عن خدماته بالرغم من تأهيله للمنتخب الياباني. يملك سجل جيد فؤاد مع النتائج الإيجابية، خاصة رغم أنه شيئا ما علاقة وحيدة لوزيتش مع المحيط الخاص بالمنتخب أو وسائل الإعلام دائما ما تكون سيئة، حتى في الجزائر لما كان يشرف على المنتخب أي الجزائري. بلد مارس فيه ديما هذه الخاصية ديالو يوسف، يعني حتى في كوت ديفوار، حتى في اليابان دائما كان مشادات بينه وبين الزملاء الإعلاميين. لا نؤخذه كثيرا، هي عادة. بالنسبة لوحيد أكيد هناك هامش تحسن كبير بالنسبة للمنتخب المغربي على المستوى الدفاعي، لم نقبل سوى هدف واحد في هذه التصفيات، سجلنا كثيرا، هناك عناصر واعدة في هذا المنتخب مع المباريات الودية مع التوقف الدولية المقبل. أكيد أننا سنتابع منتخب مغربي أكثر إقناعا من النسخة التي تابعناها. هناك تحسن شيئا ما مقارنة بالتصفيات الإفريقية، لكن ربما تحسن بطيء، لذلك يتم مؤاخذة وحيدة لوزيتش كثيرا مع نهاية كل مباريات أو كل توقف دولي، رغم على المستوى النقطي الرجل قام بواجبه على أتم نحو. ربما المنتخب المغربي تأهل فقط مع السنغال إلى الآن إلى الدور الفاصل. هو المنتخب المغربي هو وحيدة لوزيتش بحال صوب لنا واحد كسكسو زوين، ولكن ماشي بنين لحد الآن. هو في المظهر جيد في كاع التوابل وكاع الخضر، ولكن ربما المذاق ليس بذلك المذاق اللي يرغبه الجمهور المغربي. على أي ورش يجب أن يشتغل سي سمير الزكرومي الناخب المغربي الآن كلاعب ومارس العديد من الفرق ولعبت المنتخب المغربي الآن على أبواب التدريب؟ شنو هي الأوراش اللي لازم يشتغل عليها وحيدة لوزيتش في الفترة القادمة باش كما ذكرنا هذا الملح يتزاد للطبق اللي كيقدموا لنا الناخب المغربي؟ ما يمكنش لينا النكر على ان النتائج تتكلم عن سيدي اللي هو وحيد هاليلوزيتش، على انه دار مقابلات مستوى، دار نتائج مزيانه، انما تنقصه اللمسه او البصمه ديال المدرب اللي كنشوفوا هناك خلل ما بين الربط بين الخطوط، كيف كنشوفوا من بعد التغيير ديال اللاعبين في اواخر الدقائق، كنشوفوا اللاعبين ديال الهجوم كيرجعوا حتى الخط الوسط باش يتسلموا الكره، فدونك هناك واحد الخلل يمكن له يخدم عليه وهو الربط ما بين الخطوط والعمل على استقرار الخطوط الدفاعيه والوسط، لانهم هما الاساس ديال الفريق. ربما يمكن لك تغير لاعب او اثنين في الهجوم، انما الا يتغير الخط الدفاع وكيف كنعرفوا وفي ليسبري ديال ليكيب كي غاني با شونجي. من هنا ما يمكن لينا الا نتكلموا على واحد النقطه اساسيه واللي يمكن ليها تزيد بالمنتخب الوطني للامام، اللي هو ليسبري دو جروب. ليسبري دو جروب كيبقى وهو الدور ديال ستاف تكنيك. كنشوفوا هناك شنآن وهناك نرفزة ما بين اللاعبين الذين لم يتم إشراكهم، فهنا يمكن يكون واحد نقطة سلبية، ويمكن يكون عنده واحد الأضرار كبيرة بالنسبة للاعبين، لا في المعسكرات أو لا في الأدوار الطلائعية أو لا في المنافسات مثلا في الكران. فهذه النقطة هذه كنظن أنا يمكن له يخدم على أولا باش يبقى له المجال في نعم. يمكن له يخدم أريحية. نعم، ذلك أورش لازالوك الورش كبير كبير جدا، بالرغم من بطاقة الترشح، بالرغم من الفوز وبحصص عريضة، على أي نتمنى أن يتم الاشتغال على هذه النقاط الضعف التي لاحظناها في مردود الأسود، لأننا نريد منتخبا مغربيا قويا قادرا على مقارعته ليس فقط المنتخبات القارية، وإنما أيضا مقارعة المنتخبات العالمية. ولما لا، هناك العناصر، هناك الإمكانيات، هناك الموارد، هناك البنيات التحتية. نتمنى حد سعيد لأسود الأطلس. شكرا لك سمير الزكرومي، كنت معنا بشكل مباشر مدينة الجديدة. شكرا لك صديقي يوسف الشاطر، كنت أيضا معنا بشكل مباشر مدينة طنجة. شكر موصول لصديقتنا نوال أنصار، هي تعود من كونجي من عطلة، العطلة احنا باقي ما شفناهاش هذه الأيام هذه. على أي، شكرا لكم مستمعينا، وكما نقول دائما في نهاية أي حلقة من حلقات ميادين للحديث بقية، إلى الملتقى.